بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد سيدري سفير المملكة المغربية بالدوحة. في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وبالنظر للأخطار التي تحدق بالبشرية جمعاء جراء انتشار جائحة كوفيد 19، أهيب بأخواتي وإخواني بدولة قطر الشقيقة من مواطنين ومقيمين أن يحترموا الإجراءات ويتقيدوا بالتدابير التي وضعتها السلطات القطرية المختصة التي تستحق كل إشادة وتنويه. هناك أمور بسيطة علينا جميعا أن نحترمها: البقاء بالمنازل، التزام البيوت، احترام قواعد التباعد الاجتماعي، التطهير، النظافة، ارتداد الكمامة. إخواني أخواتي، جميعا إن شاء الله وباحترامنا لهذه القواعد سننتصر على هذه الجائحة. حفظ الله دولة قطر الشقيقة من كل مكروه، وأدام عليها نعم الأمان والإطمئنان في ظل القيادة الرشيدة لحضرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.